دلوقتي بقى عايزة أخدكم نيويورك عشان نتعرف على الفنانة شذا محرم. شذا ممثلة مصرية سافرت أمريكا عشان تدخل أبواب هوليوود وتحديداً سينما الخيال العلمي. المهم حلمها بيتحقق وبتتعاقد على أول بطولة مسلسل خيال علمي أمريكي اسمه Division 3 من إخراج الممثل والمخرج المصري الأمريكي أيمن سمان، ومفروض أنه يتم تصويره في مدينة لوس أنجلوس. إيه حكاية شذا بقى؟ وإيه حكاية الفيلم اللي تعاقدت عليه؟ ده اللي هنعرفه منها دلوقتي. إزيك يا شذا؟ ازيك يا مايا، عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انتوا عاملين ايه؟ انتي منوره شاشه هوا وهن، ربنا يخليكي. نورك طبعا. انتي الف مبروك على الانطلاقه العالميه. ميرسي خالص. مبدئيا كده عايزاكي تقولي لي شويه تفاصيل كده عن الفيلم. بصي يا ستي، هو مسلسل خيال علمي بتدور احداثه في المستقبل مش في الوقت الحالي. وهي يعني مش متحدد قوي المدينه ولا يعني البلد، هو جينيريك بشكل عام لانه بيحصل في زمن تاني وفي فتره فيه يعني زي ما تقولي كده، زي ما تقولي العالم اللي احنا عارفينه انهار بقى عالم اخر. والبطله بتاعت المسلسل اسمها جايدن، هي عالمه بيولوجيه، وهي اللي بتحاول تعمله انها بعد ما هي عملت سلاح هياخدوه يستخدموه لاغراض يعني ضد شعبها هي، فهي بتحاول مع مجموعه من المتمردين ان هم يقدروا يسترجعوا السلاح ده بحيث انها تقدر تنقذ شعبها. ده باختصار يعني. طيب شذا، طبعا ببارك لك مره ثانيه، وخليني أسألك، يعني طبعا احنا كلنا بنطمح او بنأمل في العالمية، لكن ايه اللي خلاكي تحديدا ان انت تفكري تروحي يعني او تبقى بدايتك؟ طبعا انت كان ليكي هنا في افلام قصيرة في مصر، لكن ايه اللي خلاكي تتجهي زي ما بنقول للعالمية مرة واحدة؟ دي حاجة صعبة مش سهلة برضه. بصي انا كان ليا افلام مش بس قصيرة، يعني كان في فيلم لا احد هناك لاحمد مجدي احمد علي، وبرضه طرح مهرجانات عالمية. والفيلم القصير فخ هو يعني أنا مثلا عرفوني من فخ، لأن كان في 2019 كان فيلم فخ معروض في أسبوع النقاد في كان، كان الفيلم المصري الوحيد سنتها، وكان فيلم أيمن السمان كمخرج معروض في الأمريكان بافيليون في كان، فهم شافوا شغلي. وهي الأفلام لو هي جودتها عالية هي بتوصل لحتة تانية، يعني أهم حاجة إنها بس تبقى يعني مكتوبة كويس والشخصيات كويسة، فده اللي بيفرق، ده اللي بيخليها توصل لحتة تانية. تمام. طيب عايزة أقول لك على حاجة، أنت أول ما بتنطلقي أو أنت وصلتي للعالمية طبعا بيبقى ده حلم كبير وشوط كبير جدا في حياتك، بتحلمي تعملي إيه تاني؟ بحلم اعمل افلام ومسلسلات كتير جدا. يعني في كميه شخصيات نفسي العبها، في كميه مخرجين نفسي اتعاون معاهم، ممثلين نفسي اشتغل معاهم. بالظبط، يعني ده انا عايزه اشتغل كتير. طب قولي لي يا شذا، مين من الممثلين او الفنانين المصريين بقى اللي انت بتتابعيهم وفعلا نفسك تشتغلي معاهم؟ اقول لك مين مخرجين حابه اشتغل معاهم. ممكن في اولا في مصر مخرجات شغالين اكتر مستقل، هم من اشطر المخرجات، يعني عندك نادين خان، ايتن امين، ندى رياض، مي زايد، دول يعني شغلهم جميل جدا. في برضو مخرجين مصريين عالميين كمان، يعني في طارق صالح، في سام اسماعيل، في محمد دياب، كل مخرجين مصريين شغالين يعني على مستوى عالمي، فدول ناس احب اشتغل معاهم جدا يعني. طب شذا قولي لي ايه سر حبك بقى للساينس فيكشن؟ بصي، لان الحياه يمكن يعني الحياه الطبيعيه اللي احنا شايفينها لما بتتفرجي على حاجه في عالم تاني او في المستقبل او في فانتسي، كانها يعني هي طبعا البني ادمين والمشاعر والقصص هي واحده ايا يعني كان السياق، بس بيخلي الموضوع اكسايتنج قوي وبيفتح مجال انك تحكي حاجات يمكن ما تقدريش تحكيها لو انت بتتكلمي عن الواقع.
لان هي بتبقى فانتازيا، فمن حق يعني من حقك تتخيلي حاجات غير الحاجات غير العالم والله يا الطبيعي شذا، الواقعي. يعني انا فخوره بيكي كمصر، يعني طب هو بنت او انت سيده عرفتها، مصريه، وبتمنى ربنا بقى ان يخليك. انت تعالي بقى مصر ونعمل حاجات بقى كده اخر بقى سؤال وحاجات عايزه مصريه. اساله يا لك، ريت. انت لما ابتديتي في امريكا كان من فيلم، كان منحه في امريكا مظبوط؟ مظبوط مظبوط. حقيقي. دي كان اللي هو كان نيويورك منحه فيلم اكاديمي. بالظبط. نيويورك فيلم اكاديمي فرع لوس انجلوس. منحه فنيه. دي بتقدمها مؤسسه فولبرايت. ودي تاني منحه مؤسسه فولبرايت ليا في امريكا. فأنا لسه مخلصة البرنامج وكان عظيم جدا، يعني أشجع أي حد إنه يقدم يعني. نازلة مصر امتى ولا مش نازلة دلوقتي؟ انت في مصر دلوقتي؟ الصيف، الصيف إن شاء الله، اه الصيف في اوكي مصر، الصيف طيب. في مصر. لا لازم تنورينا بقى هنا في الاستوديو عشان نقعد بقى نتكلم معاكي بقى براحتنا يعني ان شاء الله. طب يا والف ريت. مليون مبروك يا شذا، احنا بشكرك. كلنا بنبارك لك. اه بشكرك شكرا ربنا جزيلا يخليكم. الفنانة شذا محرم، شكرا جزيلا ليكي يا مصرية يا رافعة، رفع يعني راسنا، ده رفع حقيقي راسنا حقيقي ورأس حقيقي، بلدك في احنا كل فخورين حتة. بيكي. طبعا اكيد اكيد اكيد.